حياكم الله من جديد. بعد ما شفنا يمكن هذا التقرير واللي رصدنا من خلاله يمكن أبرز الموروثات والآثار والإرث الموجود في المملكة، دعونا ننتقل إلى مدينة القريات في منطقة الجوف مع مراسلنا محمد الأسود الشرار. محمد، الصورة والصوت لك، تفضل. طيب محمد معنا؟ طيب يبدو أننا فقدنا الصوت من المصدر. اسمحوا لي أن أرحب بضيفتنا واللي تنضم معنا أيضا في الاستوديو، الدكتورة منال آل الشيخ، الأستاذ المساعد في التاريخ الحديث والمعاصر. مساء الخير دكتورة منال، شكرا لك لقبول الدعوة، كل عام والوطن بخير. أهلا وسهلا، يعطيكم العافية وأنتم صحة سعادة. الله يعافيك. دكتورة منال، لو نعرف لأهم محطات تأسيس الدولة السعودية والمقومات والإمكانيات اللي كانت تملكها الدرعية علشان تكون موقعا لتأسيس الدولة السعودية الأولى. بالتأكيد مدينة الدرعية كانت عاصمة للدولة السعودية الأولى، واختيارها لم يكن اختيارا عشوائيا. المتأمل للموقع الجغرافي لمدينة الدرعية يجد أنها تقع على أحد أهم الأودية الموجودة في الجزيرة العربية، وهو وادي حنيفة، واشتهرت بوفرة المياه وبكثرة الزراعة، وهذا ما دفع مانع المريدي وأفراد عشيرته أن يستقروا بها في عام 850 هجري بما يوافق 1446 ميلادي. اتخذ من غصيبة والمليبد مقرا له، حيث أخذ غصيبة مقرا له ولسكناه ولحكمه، وبنى حولها سورا، والمليبد مكان للزراعة وتحقيق الأمن الغذائي الموجود في لسكان المنطقة آنذاك. كذلك من مقوماتها أنها كانت تقع على أهم الطرق التجارية القديمة، حيث أن الدرعية تقع في وسط هذا الطريق من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى شمالها. صحيح. إمكانيات الجزيرة العربية إمكانيات مدينة الدرعية كما تفضلت كثيرة وعديدة، ولعلي أختصرها في قول الشاعر يحيى أبو طالب حيث يقول: ولست أرى عيشا يطيب مع النوى ولكنه بالعرض كان يطيب، يقصد بالعرض الدرعية. جميل. حديثنا عن الدرعية كمدينة تحولت من مفهوم المدن لمفهوم الدولة يقودنا عن سؤال مهم حقيقة دكتورة. نعم. وهو يرتبط بالإمام محمد بن سعود، هذه الشخصية التي خاضت العديد من التجارب. أبغى أسمع منك اليوم كمختصة وكخبيرة في التاريخ، كيف انعكست التجارب اليوم على شخصية الإمام محمد بن سعود؟ كيف انعكست حتى على حنكته وسياسته في إدارة الدولة؟ نعم، كما تفضلت محمد بن سعود هو مؤسس الدولة السعودية الأولى. محمد بن سعود ولد وعاش وتربى وترعرع في مدينة الدرعية. نحن لو أخذنا من سيرته نجد أنه أثناء فترة شبابه عمل مع والده في ترتيب أوضاع الإمارة، لذلك كانت لديه معرفة تامة بكل التفاصيل الخاصة بالإمارة، وهذا الذي أعطاه نظرة ثاقبة نحو المستقبل فيما بعد حينما تولى الحكم، حيث أنه منذ بداية حكمه سعى إلى التخطيط للتغيير عن النمط السائد الموجود في تلك الفترة. محمد بن سعود عرفت عنه صفات عديدة: حب الخير، الشجاعة، القدرة على التأثير، القدرة على تخطي الصعاب، وهذه كانت يعني من أسمى السمات التي واجهها في موقف مجتمع العارض، حيث انتشر مرض الطاعون بشكل كبير جدا ومات العديد من الناس في أثناء فترة حكمه، ولكنه استطاع أن يقضي على هذه المعاناة وأن يوحد المنطقة الدرعية وأن يسهم بها ويتخطى كل هذه الصعاب. لا شك أنه شخصية استثنائية. نعم، تاريخية. نعم، بالتأكيد. استميحك دكتورة منال أن تبقي معنا، سننتقل إلى مراسلنا من مدينة القريات وفي منطقة الجوف محمد الأسود الشراري. محمد مساك الله بالخير، الصورة والصوت معك، تفضل. خير ومسرات أخوي جمال وأيضا أختي أودي. طبعا ما شاء الله في كل بقعة من بقاع هذا الوطن نجد لمسة للمؤسس وأيضا الموحد طيب الله ترام. اليوم هنا في محافظة القريات مثل باقي مناطق وبقع المملكة العربية السعودية تشهد الاحتفالات في كل بقعة وفي كل حارة وفي كل شارع، وأيضا حتى على مستوى الجهات الحكومية نجد أن جميع الجهات الحكومية تحتفل في يوم التأسيس الذي أقر هذا اليوم. أنا أتواجد الآن في مقر حفل جمعية تر الفن البصري، ويسعدني أن أستضيف رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة هيا الموسى لتحدثنا بشكل أكبر ومختصر أيضا عن الفقرات والفعاليات التي تمت هذا اليوم برعاية صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف. حياك الله أستاذة هيا.
استاذه هيا بودنا تحدثين عن الفقرات، نشوف ما شاء الله نشوف في جداريه في فعاليات، وش الفعاليات اللي كانت اليوم والحفل؟ اليوم عندنا معرض تشكيلي، نحن هيئه فنون تحت هيئه الفنون البصريه، اقمنا اليوم معرض للفنون التشكيليه، كذلك اقمنا استوديو لتصوير الزوار ليوم التاسيس، كذلك عندنا جداريتين، جدارية عظيمة بمقاس 15 متر في 12 متر، كذلك جدارية 4 في 3 متر. طيب نشوف ما شاء الله أيضا فرقة الدحة، أيضا استعراض الخيل. الحفل كان برعاية من ومن اللي حضر اليوم ما شاء الله؟ ونشوف التجمع كبير. اليوم برعاية الأمير منطقة الجوف الأمير فيصل من العود، وكذلك زارنا وافتتح معنا سعادة المحافظ، كان متواجد معنا مروف الشعبي، رقصة الدحة والربابة، كذلك العرض السعودية وعرض الخير ومسيرة خير. شكرا لك استاذ هيا. استاذ جمال واستاذ اودي زملائي الاعزاء، طبعا هنا في محافظه الاقراط مثل ما ذكرت الاستاذه هيا الفقرات متنوعه، ايضا نجد هنالك بعض الاركان الشعبيه المشاركه كركن، المشغولات اليدويه، وايضا الطبخ ما شاء الله متواجد، وايضا الكثير من الفعاليات الدحه وايضا السامري وايضا العرضه السعوديه، كانت كل هذه الفعاليات متواجده هنا في هذا المقر من اجل تاسيس وتخليد هذا اليوم الجميل، يوم التاسيس المملكه العربيه السعوديه، اضافه الى ان هنالك ايضا مجموعه كبيره من السيارات الاثريه التي بعضها يتراوح موديلها عام 1969 و70 وقبل ذلك متواجده في هذا المعرض، كل هذا لنعزز ايضا التاريخ وهذه الوحده الوطنيه التي ننعم بها. شكرا لك، يعطيك العافية، ألف شكر لك محمد، ألف شكر على هذا التغطية. يمكن دكتورة منال شفنا الأطفال حول زميلنا محمد، إيش انعكاسات وجود يوم التأسيس على جيل اليوم؟ نعم، من أبرز مكتسبات يوم التأسيس على أجيال اليوم بالتحديد جيل الشباب من الذكور والإناث هو تحفيزهم لقراءة تاريخهم الوطني. صحيح. أن يقرؤوه بنظرة تفحص ونظرة عمق مع روح الانفتاح والتجديد، لكي يربطوا الماضي المجيد بالحاضر الزاهر والمستقبل المشرق بإذن الله بحول الله تعالى. أيضا لابد أن يعرفوا أطفال والشباب والشابات بأن تاريخنا السعودي الوطني لدي رموز وطنية عالية الصفات مجيدة الأفعال، ينبغي أن يقرأ الشباب سيرتهم العطرة، يستفيدوا من التجارب التي خاضوها ومن الصعاب التي تحدوها. لا شك دكتورة، نحن نتحدث عن تجربة فريدة في التاريخ المعاصر عندما نتحدث عن الدولة السعودية الأولى، تجربة فريدة سواء من ناحية تأسيس هذه الدولة ووضع هذه المرتكزات، وحتى من ناحية القيادات الاستثنائية التي مرت على تاريخ الدولة السعودية. نعم. طوال 3 قرون. نشكرك جزيل الشكر دكتورة منال لكل هذه الشروحات والإيضاحات وهذه وإلقاء الضوء على هذه الحقبة من تاريخنا المجيد.